إذن نشكر زميلتنا أمل الرئيسي على هذه الفقرة الجميلة اللي عرفتنا على كمبوديا والأماكن السياحية والمعالم أيضا الجميلة في هذه الدولة الحضارية والعريقة. وننتقل معكم مشاهدينا إلى فقرة عالم الأسرة لتكون العلاقة الزوجية سليمة ومتوافقة، لابد أن تبنى أساس قويم ومتين لتبقى صادمة أمام كل الظروف والمحن. ولبناء حياة أسرية سعيدة لابد كذلك من تطبيق مبدأ المشاورة والتفاهم والاحترام المتبادل. للحديث أكثر مشاهدينا حول التوافق في الحياة الزوجية، يسعدنا استضافة الأستاذة فاطمة سعيد الشهياري، مدرب معتمد في التنمية البشرية وتطوير الذات، وأيضا مستشارة تربوية أسرية. حياك الله معنا في برنامج صباح الشارقة، نورتينا يا أستاذة فاطمة. الله يحييش، النور نوركم. يا هلا وسهلا فيك، شرفت بتواجدي معكم وشرفت أكثر أني شفتش وتلقيت فيش اليوم. حياك الله، نورتينا. يا هلا وسهلا أستاذة فاطمة. اليوم موضوعنا عن التوافق في الحياة الزوجية. طبعا من المتعارف عليه التوافق بين المجتمع له أنواع كثيرة، التوافق العقلي، التوافق العاطفي، والتوافق الثقافي، ولكن نتعرف من خلالك على أهمية هذا التوافق. بداية عشان نتكلم بموضوع التوافق الزواجي، التوافق الزواجي بيكون لازم نعرف أولا التوافق الزواجي. التوافق الزواجي هو قدرة الشخص على التكيف والتأقلم والتعايش مع الحياة الزوجية اللي بيخوضها مع الطرف الآخر. نعم. أما التوافق كلفظ فهو كتوافق لفظا عفوا تكون بما معناه التأقلم، أوكي، مع والموائمة، التوائم والتأقلم مع النفس، لذلك سموه توافق نفسي، والتوائم مع البيئة الاجتماعية، لذلك سموه توائم اجتماعي. والتوائم الاجتماعي مع التوائم النفسي مكملان لبعض لحصول التوازن بين الفرد وبيئته. نعم. أما بالنسبة للزواج فهو الزواج يعتمد على معيارين أساسيين، أولهم يكون الشرعية، أوكي، الثاني نية الاستمرار. الشرعية اللي هي مستلهمة من القوانين الوضعية والشرائع السماوية، أما نية الاستمرار فهي هدفها وأساسها إشهار وإعلان الزواج، وهذه بالزواج هي علاقة تخدم وتنظم العلاقات الإنسانية والحميمية لدى الزوج والزوجة، وإشباع الرغبات الجنسية لدى الطرفين بحقوق مشروعة وب يعني بأمور صحيحة وسليمة ورسمية. نعم. بالنسبة للزواج لابد أن يكون بين كل طرف سيخوض هذه التجربة اللي هي تجربة الزواج تكون في مواصفات أساسية موجودة في هذا الطرفين، أولهم الوازع الديني، مخافة الله، عندش أنه لازم الشخص اللي بيخطي هذه الخطوة يكون عنده حس المسؤولية، الالتزام، الامتثال إلى معايير أخلاقية ودينية واجتماعية والتقيد فيها، لازم يكون عنده دراية كافية بهذه الحقوق اللي له واللي عليه والواجبات اللي تنص على الطرفين. نعم. أستاذة فاطمة، بما أن أنت بديتي من البداية عند الزواج، فهناك معيار قد يكون أساسي عند البعض، ولكن نريد التصحيح هذه المعلومة من قبلك. يعني مع التطورات ومواكبة هذا الزخم العلمي والمعرفي والتكنولوجي، هل هناك معيار ويكون أيضا شرط أساسي بين الزوجين بأن يكونا على قدر من العلم حتى يستطيعون بناء أسرة متكاملة ومتماسكة ومستقرة، ويستطيعون أن يواكبون مع أبنائهم تلك التطور؟ في معايير أساسية كثيرة، ولكن أهمها الاحترام المتبادل. نعم. الاحترام بالتبادل لا بالتفاضل. الاحترام بالتبادل هو الأساس، لأنه هو أساس تبادل العلاقات والمشاعر والمودة والرحمة والتقدير ما بين الطرفين. أما بالتفاضل هي في نسبة للأسف في بعض الرجال، أو بنقول حتى موجودة في النساء، ولكن الرجال بشكل أكبر. نعم. عندهم أفكار قبلية سابقة، أنه أنا أحترم ولكن لست مجبر على احترام مثلا زوجتي، فأنا لابد أني أنا كقائد السفينة أو النوخذة عندهم، أنا لابد أن يكون لي
القرار، أنا الاحترام، أنا التعامل الطيب، ولكن ما أظهر هذا الشيء للطرف الآخر. نعم. أما الاحترام بالتبادل مهم جدا لتوليد المشاعر والأحاسيس الطيبة بين الطرفين بأريحية وباستمرارية أكثر. والاحترام بالتبادل له عدة مظاهر، ومن أهمها مظاهرين: مظاهر داخلية اللي هي مراعاة المشاعر وما قد يحدث بين الزوج والزوجة في عش الزوجية من خفض جناح ولين جانب، والمظاهر الخارجية اللي هي كرامة الرجل وذكره بشكل طيب، أو ذكر الطرف الآخر بشكل عام أيا كان من الأطراف، والمعاملة وحسن اللين والتعامل الطيب أمام الناس وذكره بالثناء والمدح أمام الآخرين، وعدم ذكر عيوبه قدام الناس. ممتاز. يعني نستطيع القول أستاذة فاطمة بأن أن يكون الزوجين على قدر من العلم ليست شريطة أساسية من بينهم، هذا من جانب. شوفي بسالفة العلم، إحنا كثير عندنا من الحالات ومرت علي أشخاص ومن الشباب بالذات عندهم ما شاء الله وكان تبارك الرحمن دكتوراه، صحيح، في المقابل زوجاتهم محصلهم ومؤهلهم الدراسي لا يتعدى الإعدادي، ولكنهم كمستوى معيشي ثقافي من ناحية الزواج حياتهم صحية سليمة ومبنية على أساس جدا صحيح. صحيح. لأنهم من البداية كان في نقطة التوافق الزواجي اللي هم يعنون من البداية اللي هو ظهر حديثا مع التغيرات الاجتماعية. صحيح. هدفها شو كان؟ أني لابد إذا أنا، وهذا شيء صحيح فعليا ولكن مش في كل الحالات، لأنه أثبتت كثير من الدراسات أنه الزواج المتشابه في الشخصيات بالذات ما يستمر، وإن استمر مو بشرط أنه يعني الانفصال والطلاق، ولكن ممكن يستمر بالانفصال الذاتي والنفسي والجسدي. يعني كل شخص، كل فرد يكون في حياة مستقلة بعيدة عن الطرف الآخر، بعيدة حتى عن البيت أو بيت الزوجية وعن ما يحدث فيه. أما الشخصيات المختلفة هنا المتعة فيها، لأن كل شخصية تبدأ تكتشف في شخصية الطرف الآخر. نعم. فالمستوى المادي، المستوى العلمي مهم جدا، ولكن مش بالأهمية اللي نحط عليها 100% نجاح هذه الأسرة من عدمها. نعم. في كثير من الأسر مثل ما ذكرت لك ماخذين الدكتوراه ومناصب عالية وزوجاتهم ما يتحصلوا على الإعدادية، وفي منهم الثانوية، وفي منهم حياتهم العلمية متطابقة ومتفاهمين، وفي منهم صار التحدي بينهم في الوظائف والمناصب أكثر من تحديهم في إسعاد بعض في الحياة الزوجية. نعم. هذه أيضا أو هذا جانب أستاذة فاطمة، وننتقل إلى جانب أو نقطة جدا مهمة. مسألة المقارنة بين الحياة الزوجية وحياة الآخرين على السعادة الأسرية، ما مدى تأثير هذه المقارنة في الحياة الزوجية؟ عندنا المقارنة إذا بنتكلم فيها كلنا متفقين إنه إذا بدينا أي أسرة بدت في المقارنة بين الزوج والزوجة خلاص بدينا في الخلافات والمشاكل الزوجية. ولكن صحيح. خلنا نكون شوي نتطرق للمقارنة الإيجابية. في نوع من المقارنات مقارنة إيجابية إذا كان هدفها في المقام الأول إصلاح ذات البين وتغيير للأفضل لأحد الأطراف. نعم. إذا كان هذه المقارنة ما فيها أي تداعيات لاحقة أو مشاكل وبدراسة طيبة ممكن تكون إيجابية وتخدم الأشخاص والأفراد في الحياة الزوجية. ولكن متى تكون سلبية؟ إذا توافرت عدة عناصر لهذه المقارنة، مثل ضعف الشخصية، عدم الارتياح وعدم الإحساس بالأمان والاستقرار، عدم الثقة بالنفس، ضعف الشخصية، عدم القناعة والاكتفاء بما لديه والنظر إلى الآخرين وما لديهم. نعم. أوكي. فتلاقي الشخص هذا كثير المقارنة، وإذا تكررت المقارنة واستمرت فهذا إحنا في هذه المرحلة نقول هنا دق ناقوس الخطر. نعم. هنا صارت بداية نهاية الحياة الزوجية. نعم. بداية نهاية الحياة الزوجية مش معناتها إنه إحنا بتنتهي بالطلاق فقط. مثل ما ذكرت سابقا ممكن تكون أسرة موجودة على أرض الواقع ومكتوبة رسميا، ولكن مش موجودة عاطفيا ولا من ناحية الأحساس ولا المشاعر، هذه كلها مفقودة لأنه صارت المقارنة جزء
كبير في حياتهم، فبتزيد النقاشات والحدة في النقاشات قد تصل إلى العصبية والانفعالات وزيادة النكد وتصيد، بيكون كل طرف يبغي يتصيد على الطرف الآخر الأخطاء، وهكذا تتراكم المشاكل المشكلات وكذلك الخلافات ما بين الزوجين، وبالتالي الأسرة تكون غير مستقرة أو الانفصال، ولكن ما بتنشأ الأسرة وخصوصا الأطفال بشكل سليم وصحي، بيكون في عندهم تشتت وتفكك نفسي وعقلي، ما بيكون في عندهم نشأة بشكل صحيح، ولا بيقدروا حتى أنهم يكونوا الأطفال هذولا أسرة بشكل مستقر إذا كانت القدوة الأم والأب جوهم كله جو يسود كل الغم والنزاع والصراخ والأسلوب عدم التفاهم، يفتقر في التفاهم والاحترام. نعم. نعم، لذلك لابد من وجود المشاورة أو مبدأ المشاورة والتفاهم بين الزوجين، وكذلك الاحترام الذي تبنى على أساسه على أساس متين وقويم من بينهم. نعم، هذا أيضا جانب جدا مهم. نتحدث أيضا عن مسألة أو لبناء أسرة متماسكة مستقرة، كيف يمكن أن يحققوا مبدأ المصالح المشتركة ما بينهم وتوزيع كذلك المهام؟ لربما أيضا توزيع المهام ما بين الزوجين يلعب دور كبير في المسؤولية المشتركة بين الزوجين. أكيد، ولكن مسبقا علشان نوصل لمرحلة التفاهم بين الشخصين لابد يكون الطرفين عندهم الوعي الكافي للحياة الزوجية، طبيعة الحياة الزوجية، مكملات الحياة والمشاكل اللي قد تواجههم وشو الحلول اللي ممكن نلجأ لها. فالطبيعي جدا هذه الأمور اللي احنا نتطرق لها بالنسبة لي التعاون وبالنسبة لي توزيع المهام والأدوار، هذه كلها تأتي من التفاهم بين الشخصين. كل واحد يحدد الأولويات الأهم فالمهم وشو المتطلبات على كل فرد. نعم، ومش مجبور الفرد أو أي طرف من الأطراف يتحمل اهتماماتك الشخصية الداخلية أو اهتماماتك في العمل. يعني أنا مدرسة فيزياء أو أنت مستشارة تربية أسرية، مش من الطبيعي أنه وقت قعدتنا حق عند العيال أو مجالسة الأهل أو الزوج بالذات أطلع كل المشاكل اللي تواجهني والأمور عند هذا الزوج. مش مجبور يسمعني هو في الأمور خارج المنزل. نعم، ولكن متى إذا كان في تقارب بينك وبين الطرف الآخر بين الزوج والزوجة لدرجة كبيرة وبيكون متفاهمين عليها مسبقا لدرجة أنهم يتكلموا في كل أمور الحياة داخل وخارج العمل، وتوزيع الأدوار أو الأمور اللي تصير في المنزل هذا بالتشاور والتفاهم مع الأشخاص وتحديد الأولويات مثل ما ذكرنا وأسلفنا سابقا بالنسبة لي كل من الأطراف الموجودين وأدوارهم وأهميتها. يعني بمعنى أستاذة فاطمة، هل يكون هنالك يعني كما يقال توصيف صحيح للكفاءة التي تكون بين الزوجين كالتكافؤ أو حتى التوافق؟ هل هناك توصيف آخر؟ شوفي، هو في كل الأحوال الزواج مودة ورحمة وعشرة طيبة، فكل التوصيفات في هذا العالم كتكافؤ كتناسب كأفضلية كتوافق كلها مجرد مسميات، ولكن الأصل منها في ما شرعه الله. نعم، هو الزواج وشرع الله. التوافق والتكافؤ والتناسب بين الأشخاص والتفاهم كل محورة الشخصين أو الطرفين اللي بيفهموا موضوع الحياة الزوجية بشكل أفضل وبشكل صحيح. نعم، نعم. كل هذه المحاور جدا مهمة أن تكون مبنية على علاقة متماسكة ومتينة بين الزوجين. نتحدث عن مسألة الاعتذار عند الخطأ، خصوصا أن أحد الطرفين قد يماطل في هذه المسألة والاستمرارية أيضا الحياة الزوجية أو الأسرية. ذكرتيني بموقف، لدي عدد من الحالات وفي حالة خاصة الخطأ. احنا دائما للأسف نقول موضوع الاعتذار عند الشباب وعند فئة الرجال يكون بشكل أصعب. نعم، لأنه الرجال في منهم تفكيرهم بالنسبة لي عقلهم الباطن أنه أنا إذا اعتذرت
هذا الشيء يمس رجولتي وهيبتي وكبريائي، وانا مش المفروض اني اعتذر، وانا مش حتى لو غلطان انا رياض. في منهم فئه من الناس وصادفتني، ولكن في فئه من الناس، وهذا الموقف اللي ذكرتيني فيه، احدى الاخوات الله يهديها ويصلح بالها عندها العناد، وبسبب التربيه هي تربت على انه كل طلباتها مجابه، وحتى لو يعني اخطات الناس تتحاسب، هي ما تتحاسب. فكانت لفتره قليله يمكن 3 شهور تزوجت فقط، مبدا الاعتذار نهائيا مش موجود معها، وكان في عندها عده اخطاء وتعترف بهذا الشيء، ولكن زين ليش ما تعتذري؟ لا، العناد اللي صار في موضوع الاعتذار هدم الحياة الزوجية، ووصلوا لي للانفصال والطلاق النهائي. نعم. بسبب العناد. بس بالنسبة للاعتذار، فالاعتذار له فنون كثيرة. ممكن الرجل يستصعب كلمة آسف، مو بشرط المرأة تسمع كلمة آسف، ولكن يعتذر بطرق مختلفة، كيعني أنه يهديها هدية، أنه يغير من أسلوبه ومن تعامله، ممكن يصلح الخطأ اللي هو ارتكبه بطريقة غير مباشرة، ولكن مو بشرط أني أعتذر بكلمة آسف. فاهمة علي؟ ففي عدة طرق وفي فنون للاعتذار، في آداب وأساليب للاعتذار. الشخص إذا كان على دراية فيها بيسويها، وبحكمة وبأسلوب طيب، وبتعدي كل المراحل وأمورهم جداً سلسة يعني. نعم، ولكن أستاذة فاطمة، يعني لربما البعض قد يجهل تلك الأساليب، لو نتعرف على هذه الأساليب. الأساليب متعددة، منها لغة الحوار. لابد من يعني يكون لغة الحوار دارجة بين الطرفين. لغة الحوار، التفاهم، التعاون، الشعور بالتقدير. دائما أحسس الطرف الآخر بتقدير كل ما يعمل. صحيح. سواء الرجل أو المرأة. نعم. المحبة، دائما التحفيز، التشجيع والدعم والثناء عليه. نعم. والمدح. هذه الأشياء تحفز عند الطرف أيا كان، رجل كان أو امرأة، دافع لاستمرار والأسلوب الطيب والعشرة الطيبة والمعاملة الحسنة. نعم. أستاذة فاطمة، في الحقيقة أنت أثريتي حديثنا وحوارنا أيضا في هذا الموضوع الشيق. كل شكر والتقدير على تواجدك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي قدمتيها لنا. يعطيك العافية. تسلمي، الله يرضى عليكم. وأنا شاكرة جدا لقناة الشارجة وبرنامج صباح الشارجة، ويعطيكم العافية. حياك الله. شكرا لك مرة.